منهج ضد دولة قطر. تفضل سيد. شكرا على الاستضافة. أولا أعتقد بأن الحاقدين هم الذين يعانون اليوم، لأنه قطر بعد 12 سنة وصلت إلى الآن هي على بعد دقائق من بداية حفل الافتتاح. الأجواء رائعة جدا كما تابعتم ولاحظتم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. قطر تحدت كل الصعاب وتحدت كذلك كل الأكاذيب والافتراءات والانتقادات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ نهائيات كأس العالم. أعتقد بأن الذي يتألم هو الذي سيشاهد اليوم قطر كبلد عربي وكبلد مسلم وكبلد خليجي وكبلد من يصنف من البلدان النامية أو بلدان العالم الثالث، وهو يحتضن وننظم نهائيات كأس العالم بشكل مختلف. أنا لا أقول بشكل أفضل، ولكن على الأقل بشكل مختلف عن سابقيه، سواء فيما يتعلق بحفل الافتتاح الذي سيكون له ذلك البعد العربي الديني العالمي المتنوع ثقافة وفنا وموسيقى، سيعبر من خلال قطر عن تقبله لكل الثقافات وعن تفتحه أيضا على كل الثقافات، ومن خلاله يعبر عن تفتح العرب وتفتح المسلمين أيضا على كل الثقافات وعلى كل الحضارات الموجودة في العالم. أنت تعرف قيمة تنظيم كأس العالم وقيمة حفل افتتاح وقيمة أيضا تنظيم هذا الحدث في بلد عربي هو سابقة. على كل حال، نجاح قطر من عدمه يبقى نسبي، ولكن نجاحها في الوصول إلى هذا اليوم أو تحديها في الوصول إلى هذا اليوم يعتبر في حد ذاته نجاح. أما الانتقادات فأعتقد بأن الكثير من أهل الغرب سواء كانوا إعلاميين أو ساسة سيمسحون تغريداتهم بعد اليوم أو بعد أيام من انطلاقة العرس.